يعني كل الفرق على مستوى عالي يمكن نشوف اسعار استثمر اللاعب. خبرتك انت لعبت بالامارات وعارف الوصل شنو وضعه، بيش يتميز الدوري الاماراتي او الفريق الاماراتي؟ الوصل حاليا يمر ب يعني نقول ازمه، ان شاء الله تدوم ان شاء الله. اعتقد هم دائما فرق يعني المركز الثاني او الثالث بالدوري ينافس على اللقب، هاي السنه هو المركز الثامن بعيد عن الصداره، كان مركز الاخير قبل كم جوله. زين، اعتقد مميزات انه عنده محترفين يعني على مستوى عالي جدا اللي هو فابيو ليما وكايو. سعر اللاعب كارثه سعر هم ذولا هاي الفارق بصراحه، يعني طبعا يعني البعض يتحدث انه الفريق الاماراتي يلعب بمحترفين، قوه هاي الانديه محترفين، كل الفرق كل الفرق الخليجيه يعني نجيب محترف حقيقي يصنع فارق. طبعا هي الماده، نرجع للماده، احنا المحترف اللي نجيبه يعني ممكن ب 100 150 هذا